مش مالين عينيه. واتس اب يا روان؟ يا روان والله نسيتني السؤال يا روان، انا مش مرتاح لك. لا احنا كفتيات بنرمي مشاكل. السافل اللي بيرمي المشبك. انت مرتبطة ولا مخطوبة؟ لا ما برتبطش الحقيقة. لسه سايبة امبارح بالليل. ما لقيتش غير اتنين دول مخطوبة. لا لا. لا لا متجوزة. لا مخطوبة. السؤال مضحك جدا. نفترض لو انتوا مرتبطين مثلا وفي واحدة بتحوم حوالين الولد اللي انت مرتبطة بيه، هتعاملوا مع الموقف عادي ولا هتعملوا خطة لحد ما تعملوا معاك جلاشة؟ احنا لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده من شوية. شوفي انا جيت وكان قلبي حاسس. نقعد بقى كده بقى نفكر بقى. بصي خديه يلا عيشي بقى. اكيد يعني هعرف ايه غرضها، يعني وافهمها كويس. غرضها زبالة بجد. هندمها على اليوم اللي هخليها تمشي تلف حوالين نفسها كده في الشوارع. ازاي يا قوية مفترية؟ عادي في مليون طريقة. يعني قشطة هسيبه لها بس هعرفه ان هو هيجيلي بمزاجه. عشان انا واثقه من نفسي قوي يعني مفروض يعني، بس انا مش واثقه منه. عشان احل الاربعه نسحبها بقى. يا نهار اسود. انا صحابي عليها. يعملوا ايه بقى صحابي؟ ما بعرفش يعملوا معاها اللي يعملوا. هيكلموها بقى يهزقوها يقولها بعدي عنه بالذوق بقى لحسن نعمل معاكي جلاشه. احلى جلاشه دي ولا ايه؟ يا حبيبتي معقول هستخسر فيكي؟ لا يا حبيبتي لا، ده احنا بنات زي بعض. انت تستاهلي والله، انت تستاهلي اهو خدي. والله ما يغلى اللي خدته القرعه تاخده من الشعور. طلع بقى كل الشر اللي عند الستات فيها هي. عادي. انا بحب البنات يبقى عندها شيرنج. بس لو صاحبتي، لو مش صاحبتي ممكن اجيبها من رقبتها. انت ترمي الخريطه دي بقى وهات الخريطه دي. لو عبرتها هبقى انا كده بعمل لها قيمه. هو ايه بقى ذنبه بقى في النكد ده كله؟ دليله امهم. يا لا لو هو مش مديها وش خلاص. رجاله هم اللي نكد قوي، المفروض ما يديش فرصه لحد اصلا يبقى واخد مساحه يعني. ما دام هو سهل بيروح بقى يروح. كيسه سهل وهيروح معايا حد خلاص هزعل عليه ليه؟ كلب وراح يعني. انا مش هزعله يعني. هو ماله؟ انا هيطلع عليه هو. فالموضوع طبعا انا مش هاجي اعاتبها، هي ملهاش دعوه، انا ما اعرفهاش، لكن اعرفك انت. هو المفروض يحط ليميت، مساحه بينه وبينها، ليه ما تعديش الليميت ده؟ ما ذنبوش حاجه يعني. لا ما هو لو ما تنكدش عليها يعرف الموضوع عادي وهيتكلم. لو هو عارف يبقى يستاهل النكد، لو هو ما يعرفش يبقى ما يستاهلش. حرام. هو لو فتح سكه يبقى يستاهل النكد بقى هو واللي خلفوه الصراحه. بس ملوش دعوه، هو ارتبط بواحده زيي. هو كان لازم يعرف ان انا دمويه من الاول. انا عايز اعرف الخطه كانت ايه. ما عملناش حاجه لسه. هنعمل والله. انتوا لسه هتعملوا الخطه ايه؟ طيب انت مش فاهم الخطه ولا ايه؟ لا مش فاهم الحقيقه، ما عنديش فكره والله. ان شاء الله تولع بجاز. عملتوا فيها ايه؟ ان شاء الله تموت في حاسه موتوسيكل. اديني نبذه. عادي ممكن البسها مصيبه عندها في البيت، ممكن البسها مصيبه مع اصحابها. اعضها من هنا. ليه اهو تسعه حتى بليه اهو سعد. لا مش هشتم، مش هشتم، مش كلهم. لو في قطه حامت على القطه اللي انت متجوزاها هتعمل معاها ايه؟ عايزين الاحساسي. وين اي لاف يو افري داي اي سي يو افري اور واي ماي ايز ادور يو ادور. نكملها ولا نوقف لك؟ لا لا خلاص عشان ايه زي والله.